هذا وعن الزواج بالكتابية، فأراك تكلمت كثيرا ولا يقبل الكلام الكثير أمام النصوص من كتاب الله. الله قال: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات أي العفيفات الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنة العفيفة الحرة الكتابية يجوز الزواج بها. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية، فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وأيضا فإن أحد أصحاب الشورى الستة، أصحاب الشورى الستة تزوج بكتابية بيهودية، فقيل للراوي الزبير بن العوام، قال: إن كان لكريم المناكح. السلام عليكم. السلام.